أسواق مالية سركيس نزار من إيكويتي جروب للحديث عن تطورات العملات الأجنبية. أهلا وسهلا بك معنا من جديد أستاذ سركيس. يعني نتحدث عن بيانات مهمة صدرت خلال تعاملات هذا الأسبوع، بيانات التضخم التي جاءت أعلى من التوقعات، يعني وأيضا يعني بقيت أقل من المستويات المسجلة في أيار. هذا التذبذب في معدلات التضخم كيف سيؤثر على قرارات الفيدرالي المرتقبة، خصوصا أن الحديث بدأ عن 75 نقطة أساس ليس عن نصف نقطة أساس سركيس؟ صباح الخير. بالفعل كما تفضلت، صدرت يوم أمس بيانات مؤشر أسعار المستهلكين، وهي بيانات تضخمية أظهرت قليل من انخفاض في معدل التضخم من 8.5% إلى 8.3%، لكن حتى مع هذا الانخفاض ما زال التضخم في الولايات المتحدة عند أعلى مستوياته منذ 40 عاما. هذا التضخم المرتفع يتطلب بالفعل أن يقوم البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة بنحو متسارع، والأسواق الآن تتوقع فعليا أن نشهد رفع فائدة كبير، لكن رفع الفائدة ب 75 نقطة أساس قد لا يبدو منطقيا الآن. وأستشهد ببيانات الناتج المحلي الإجمالي التي صدرت الربع الأول الماضي من هذه السنة للولايات المتحدة، وأظهرت انكماش الاقتصاد بنحو 1.4%. هذا الانكماش بالاقتصاد قد يمنع الفيدرالي من رفع الفائدة ب 75 نقطة أساس، وهنا تشير أغلب التوقعات حاليا أخذين بعين الاعتبار تضخم مرتفع جدا، لكن مع انكماش اقتصادي، بأن الفيدرالي قد يرفع الفائدة ب 50 نقطة أساس، وهذا ما يجري حاليا تسعيره على الدولار الأمريكي في الأسواق. نعم سركيس، يعني إذا تحدثنا عن العملات الأكثر تضررا من هذه القوة التي اكتسبها مؤشر الدولار والدولار أيضا، يعني ما هي أبرز العملات التي ترى بأنها تتضرر بشكل كبير؟ العديد من العملات انخفضت مقابل الدولار الأمريكي، أذكر منها على سبيل المثال للحصر الدولار الأسترالي والنيوزيلندي اللذان انخفضا هذا اليوم إلى أدنى مستويات منذ عامين. الجنيه الاسترليني أيضا تضرر وانخفض إلى دولار 21 سنت لأول مرة منذ عام 2021. اليورو كذلك انخفض إلى دولار وأربع سنتات أمريكية. هذه العملات الرئيسية تضررت كلها من ارتفاع الدولار، وطبعا يرجع السبب الرئيسي لفروقات توقعات أسعار الفائدة. هناك أيضا الين الياباني الذي انخفض بشكل كبير هذه السنة ليصل أدنى مستوياته منذ نحو عقدين من الزمن، ليتم تداوله سابقا هذا الأسبوع عند 131 ين للدولار الأمريكي الواحد، قبل أن يستجمع بعض القوة التي نشأت بفعل طلبه من عمليات جني أربع. العديد من العملات تضررت مقابل الدولار الأمريكي، أيضا أذكر اليوان الصيني، الليرة التركية، كلها تأثرت بالارتفاعات الكبيرة التي شهدها الدولار. نعم، لكن يعني بالمقابل هنالك بعض العملات استفادت، يعني أيضا في ظل هذه التداعيات الجيوسياسية التي تؤثر على الأسواق، إذا تحدثنا عن الروبل الروسي، يعني نراه يستعيد عافيته أعلى من المستويات المسجلة قبل الحرب. ما الأشياء أو ما هي الأمور التي تدعم أداء الروبل حاليا؟ بالفعل ارتفاع الروبل الروسي كان قوي جدا بعد أن لمس أدنى مستوياته على الإطلاق مع بداية التوترات الجيوسياسية وفرض العقوبات على روسيا من دول غربية، لكن بعد ذلك خطوات قام بها البنك المركزي الروسي برفع كبير لأسعار الفائدة، تبعه أيضا قرارات سياسية تجبر العديد من الدول التي دعتها روسيا بأنها دول غير صديقة بأن تقوم بالدفع بالروبل للدفع مقابل صادرات روسيا من الطاقة. هنالك أيضا موضوع مهم جدا، وهو قيام روسيا بسداد المستحقات عليها من الديون على السندات، وهذا ما أعاد الثقة نوعا ما بالروبل الروسي، مما تسبب بارتفاعه وتعويض كل الخسائر، بل أيضا ليتداول على ارتفاع مقابل الدولار وعدة عملات أخرى. نعم، محلل أول أسواق مالية من إيكويتي جروب الأستاذ سركيس نزار، شكرا لك على كل هذه التفاصيل.